السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه المشاركة الجديدة حول مواضيع تهم السي ام دي والملفات الدفعية. في هذه المشاركة سوف نتحدث حول أوامر الفلترة. نعرف أن أوامر الفلترة هي معروفة أكثر في أنظمة لينكس. نعرف أن أنظمة لينكس يحوي عشرات أوامر فلترة، مثلا جراب أو ساد أو أوك أو تير أو غير ذلك من الأوامر. في سي ام دي الأمر مختلف قليلا، فأوامر الفلترة تعد على أصابع الأيدي. نعرف أن أوامر الفلترة هي أوامر خاصة، فهي مرتبطة ارتباط وثيق بالأنابيب أو بالبايبلاين. فهي هذه الأوامر تأخذ مخرجات الأوامر التي تسبقها عبر البايبلاين ثم تحولها بترتيب هذه المخرجات أو بتقسيمها مثلا أو باستخراج بعض البيانات منها أو غير ذلك. الأوامر في السي ام دي كما قلت هي تعد على أصابع الأيدي. هذه الأوامر هي الأمر مور، الأمر كذلك فيند، الأمر كذلك فيند ستير، والأمر سورت. هذه تقريبا كل أوامر فلترة في سي ام دي. الآن نشوف كيف ننشئ أوامر فلترة. طبعا هناك عدة طرق لإنشاء أوامر فلترة، هناك طرق معقدة، هناك طرق معقدة جدا، وهناك طرق سهلة وسهلة جدا كذلك. نشوفوا في هذه الحلقة الطرق السهلة التي يمكن لكل مستخدم أن يقوم بها لإنشاء أوامر الفلترة بكل سهولة. ننشئ هنا مثلا ملف سكريبت اسمه مثلا فلتر cmd، ثم نستعمل الآن الأمر set مع switch p prompt، ونستعمله كمتغير input. نجم نغير هنا هذا المتغير، نعطيه أي اسم، ثم نقوم بإظهار مثلا البيانات. نحط مثلا process مثلا input. ترى نشوفه الآن، نحط ايكو مثلا حتى نختبر، نحط ايكو هيلو جي طريقة هذه. الآن نرسله عبر بايبلاين الأمر منعه فلتر سي ام دي، جينا بروسيس هيلو. هنا أنشأنا أمر فلترة بطريقة بسيطة وبسيطة وبسيطة جدا. إلا أنه النوع هذا نتاع أوامر فلترة يشكو من عدة نقائص. أكبر نقيصة نجم نقوله أو أكبر سلبية هي كونه أنه يأخذ فقط السطر الأول ويترك بقية الأسطر. ماذا نعني بذلك؟ مثلا نحط الأمر دير مثلا جي نتيجة هذه. الآن كنا نرسل الأمر دير إلى فلتر سي ام دي، نشوف أنه الأمر فلتر سي ام دي أخذ فقط السطر الأول من الأمر دير اللي هو هذا، لم يتعامل مع كل الأسطر. طبعا للتخلص من هذه السلبية نجم نستعمل طريقة أخرى أو الطريقة الثانية. الطريقة الثانية هي تستعمل الحلقة التكرار for. نشوف الآن وفي حلقة تكرار هذه نجم نستعمل أمر more. الآن نعيد الكرة، نحط hello جاتنا النتيجة هذه. الآن نستعمل الدير، شوف جاتنا معناها تعاملا مع كل الأسطر كما تشاهدون. هنا تخلصنا من السلبية الأولى متاع الأمر set. ولكن هناك طبعا سلبية أخرى، هنا نحط الأمر دير الآن هكذا، نجد أنه من خلال الأمر أو الحلقة تكرار for والأمر more أنه الأسطر هناك حذف للأسطر الفارغة، الأسطر الفارغة لم تعد موجودة هنا. طبعا للتخلص من هذه السلبية كذلك نجم نستعمل طريقة أخرى. طبعا نحافظ على الأمر على حلقة التكرار، ولكن داخل حلقة التكرار لا نستعمل أمر مور، ولكن نستعمل الأمر فيند أو الأمر فيند استير كذلك. الأمر فيند هنا اخترته نستعمل معه سويتش ان number،
ماذا يفعل هذا السويتش؟ يقوم بترقيم كل الأسطر، ونستعمل مثلا في، وهنا باش نشوفوا كل حتى نظهر كل الأسطر داخل هذه، حتى نظهر كل الأسطر نشوفوا النتيجة. نحطوا هكذا مثلا، ثم نستعمل الآن فيند نرقم كل الأسطر ونظهرها جميعا. شوفوا النتيجة الآن، رقمت كل الأسطر هنا كما تشاهدون، ترقم حتى الأسطر الفارغة. هذه حيلة نجم نعملوها. ثم نقوم بحذف هذه الترقيم، هذه معناها الترقيم هذا، فنحافظ على الأسطر الفارغة. كيف ذلك؟ نجم نقوم بهذه العملية مثلا، هذه طريقة من الطرق، هناك عدة طرق أخرى. حط التوكن مثلا، نحطو شوفوا النتيجة الآن. هنا كما تشاهدون حافظت على الأسطر الفارغة. طبعا الآن نجم نقوم بأي عملية، نحول البيانات كما نشاء نحن. طبعا شفنا هنا معناها طرق، ثلاثة طرق سهلة جدا لإنشاء أوامر الفلترة. طبعا يقول القائل ما فائدة أوامر الفلترة؟ الأوامر الفلترة لها عدة فوائد لا تحصى ولا تعد. مثلا نشوف هنا مثلا نوع معين مثلا من إيجابيات أوامر الفلترة. نحطو مثلا سيرش، شوفوا هنا معناها سؤال بسيط هذا في SS64، كيف معناها نظهر أو كيف نكتب مخرجات أمر معين داخل ملف وكذلك نظهره في نفس الوقت في الشاشة، في الترمينال أو في الترمينال يعني. هنا معناها جاب قام بطريقة معينة اللي هي من خلال الأمر سيت كما تشاهدون، وهذه طريقة أخرى، هذه طريقة أخرى كما تشاهدون معناها من خلال الأمر، استعملنا الأمر مور هنا. طريقة أخرى هنا لإنشاء لإظهار في نفس الوقت مخرجات الأوامر التي سبقت، وفي نفس الوقت نكتب هذه المخرجات في ملفات كما تشاهدون من خلال الأمر تي. طبعا هذه معناها طريقة من الطرق أو إيجابية من إيجابيات الأوامر الفلتر، هي كثيرة جدا كما هذه الإيجابيات. هنا هذا اللي وصلنا لنهاية هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.